مصدر رسمي ومهم من المفتشية العامة لجي للمالية تبع لوزارة المالية طبعا لا تذكروا قبل أسابيع قلت لكم أنه مفتشين من المفتشية العامة راهم يقوموا بعمل تفتيش داخل اتحادية كرة القدم وراهم جبدوا ملفات الفساد من 2014 15 ورواح كل الملفات المتعلقة ب فيدرالية كرة القدم راهم تفتيش تقريبا شهر ونص ولا تقريبا شهرين هما يخدموا كملوا التقرير تاعهم والان تقرير مفصل تم تقديمه لمصالح الوزير الاول نذير العرباوي في انتظار تسليم الملف الى وزارة العدل نعم الملف يروح النائب العام الى وزارة العدل والنائب العام لمباشرة التحقيق القضائي. لانه فيه فساد رهيب تبديد اموال عموميه بالملايير من بين الملفات اللي وصلتني ملفات مهمه وخطيره الملف الاول وهو ملف خير الدين زطشي خير الدين زاتشي عنده ملفات فساد كبيره في الاتحاديه ولكن كاين ملف اللي هو اخطر فيه يعني ملايير اللي راحت دراهم اللي راحت اللي هي حسب ما راهو امامي كاين زوج ملفات الملف الاول وهو اختفاء مبلغ تخيلوا يا ناس راح نقولها وراني محشوم اختفاء مبلغ 2 مليون اورو من خزينه الاتحاديه زوج ملايين اورو ماشي زوج ملايين سنتيم ولا زوج ملايين دينار ما قال زوج ملايين دينار اللي هي 200 مليون ولا زوج ملايين سنتيم اللي هي يعني صرف زوج ملايين اورو تبحرت هذه زوج ملايين دخلت للخزينة من شركة اديداس اتحادية كرة قدم دارت عقد مع شركة اديداس باش يديروا لهم اشهار طبعا عطاوهم دراهم زوج ملايين اورو زوج ملايين اورو راحت دخلت الاتحادية دخلت منها خرجت منها دخلت الجيب هذا خرجت الجيب هذا راحت من خلال فتره اداره ورئاسه خير الدين زاتشي زوج ملاير سي هذا اللي راهو في الصوره سي رئيس اتحاديه البلوطه اللي كان رئيس اتحاديه كره القدم الجزائر في وقته اختفت زوج ملاين اورو زوج ملايين اورو راحت اللي هي سبونسور تاع اديداس راحت لم تستفيد منها الاتحاديه ولا الجزائر السؤال المطروح وين راحت لأنه ثغره ماليه بزوج ملايين اورو هذا الملف الاول اللي هو ملف خطير اختلاس اموال عموميه زوج ملايين اورو الملف الثاني اللي هو ملف لا يقل خطوره وهو ملف اختفاء مليون اورو لكن على بالهم وين راح المليون اورو هذا وين راح المليون اورو هذا راح لواحد المدرب آه المدرب هذا اسمه وين هني ماركيت اسمه هذا الواحد المدرب الكراز ها هو هذا المدرب انا عمري ما سمعت به انا مش عارف لك أنتم سمعتوا به نفس الشيء ولا لا هذا المدرب هذا مدرب اسمه الكراز هذا المدرب اللي جاء للجزائر في وقت زاتشي نعطيكم التاريخ اللي جا فيه جا في سبعتاش ابريل وراح في جا في ابريل وسبعتاش وراح في اكتوبر وسبعتاش يعني جاء تقريبا ست شهور هذا ها وين مع او يمضي في العقد مع زاتشي هذا المدرب الكاراز الاسباني اللي انا عمري ما سمعت به والله ما سمعتش به انا تسمعوا وحده اسمه الكاراز ما سمعناش به لانه ما شفناش جاء فتره معينه ست شهور امضى عقد مع زاتشي وبعد زاتشي ما تفاهمش معاه دار ندوه صحفيه وقال باللي راح ينفسخوا العقد معاه وتعويض اللي هو في العقد قال انا نخلصو لاني اتحمل مسؤوليه زاتشي قال انا نخلص تعويض نتاع هذا المدرب الاسباني لاني انا اتحمل مسؤوليه جبتو غلط انا نتحمل مسؤوليه تعويض تاعو قداش التعويض تاعو مليون اورو مليون اورو لهذا المدرب الاسباني الكاراز لكن الناس داروا في بالهم بلي زاتشي هو اللي مد مليون اورو من جيبو يعني من زوج منين تاع اديداس اللي اختلسون كان كر... راح يمد مليون الكاراز الناس كل داروا في بالهم لانه ديكلارا في صرح تصريح رسمي في الندوه الصحفيه قال انا اتحمل المسؤوليه ونعطي له مليون اورو من عندي مبروك عليه احنا قلنا مبروك عليه لكن مفتشين تاع المفتشيه العامه للماليه حسب المصدر الرسمي يقول انهم اكتشفوا ان المليون اورو اللي عطاها الكاراز هذا تعويض ما عطاهلوش من جيبو عطاهلو من الاتحاديه خرج مليون من ميزانيه الاتحاديه عطاها الكاراز بدون اي سند بدون اي وثائق لقاو باللي تبديد مليون اورو الطريق نتاعها عرفوها وين راحت راحت الحساب الكراز لانه يعني تصب في حساب من حساب الاتحاديه الى حساب المدرب الاسباني الكاراز لكن هو قال بلي انا نتحمل المسؤوليه ونخلصو من جيبي اذا زاتشي متهم في قضايا تبديد واختلاس اموال عموميه اختلاس زوج ملايين اورو تاع وتبديد مليون اورو تاع المدرب الاسباني الكاراز بالاضافه الى ملفات اخرى لكن المصدر اعطاني هذو زوج ملفات قال من اهم الملفات اللي هما 3 مليون اورو راحت في مهب الريح زوج داهم ليه ومليون عطاه للاسباني الملف الثاني اللي هو ملف لا يقل اهميه وخطوره اللي هو ملف سي شرف الدين عماره هذا شرف الدين عماره اللي كان رئيس الاتحاديه بعد زاتشي بعد زاتشي جانا هذا رئيس الاتحاديه هذا سي زاتشي هذا سي شرف الدين عمارة اللي جاء بعد زاتشي زاد خرب لها والديها وش يدير يروح يدير صفقة مع شركة برتغالية جزائرية ويعطيهم مشروع بستين مليار سنتيم ستين مليار سنتيم قريقري لا مناقصة وطنية ولا مناقصة دولية القانون يقول مناقصة دولية في وش المناقصة الدولية هذه في ملعب في الفندق فندق سيدي موسى هذا الفندق اللي هو فندق سيدي موسى تابع لملعب الأولمبي اللي تم بناؤه الفندق من داخل هذا الفندق التجهيزات هذه الفتيات لكم تشوفوا فيهم والكراسة والطوابل وكذا هذو شراهم سي, زطشي. سي شرف الدين عمارة مع ش... شراهم من عند شركة دار معاهم اتفاقية شركة برتغالية جزائرية بستين مليار سنتيم غري لم يحترم دفتر الشروط لم يحترم قوانين الجمهورية التي تنص على أنه تكون في مناقصة وطنية أو مناقصة دولية عندما يتعلق الأمر بمشروع يفوق مبلغ معين مش عارف أنا مليار زوج كذا قانون الصفقات معروف عندنا قانون الصفقات في الجزائر معروف عندما يصل مبلغ الصفقه الى مبلغ محدد لازم يكون فيه مناقصه جيب شكون اللي يجيب احسن عرض واقل سعر هو لا لم يحترم لانه شكور وحطوه جماعته شوكر كما يقول اذا دار مناقصه ب 60 مليار سنتيم 60 مليار سنتيم اذا هذه هي المفتشيه العامه للماليه داروها مخالفه خطيره جريمه وهي تبديد اموال عموميه علما انه المناقصه ما تكلفش 60 مليار يعني حسب ما شافوا راحوا داروا معاينه وفتشوا شافوا قالك الماتريال اللي شراوه اللوتيل ما يوصلش 60 مليار مستحيل 30 ربعين يعني فيها على الاقل 20 مليار 20 مليار راح تحت الطابله تقاسموها امر خطير اذا زوج ملفات يعني توصلوا لهم مفتشيه الماليه تبديد اموال عموميه واختلاس اموال عموميه المتهم الاول خالد الدين زاتشي والمتهم الثاني شرف الدين عماره في الملفات اللي راني تكلمت عليها ملف خطير وخطير جدا في قطاع البلوطه